ترسيها. شفتي؟ أويلي. شنو درتي لآدم؟ اش كيدير؟ كيصوم من الكيسان. حفي آدم اشنو درتي؟ هانتوما البنات، ماما صيفطات لينا الكسكسو الله يعطيها الصحة. توحشت اشوفو واخا زعما كيعيا مني ومخاصمة معايا ومقلقة مني. زوز عليا كضحك. اش قالك سي محمد خويا؟ قالك انا زكيت ليكم. ماما اللي قالت لي قالت لي انا راه ما غدوش هاديك راه بديتها ما غدوش. هانتوما ماما واخا هكاك مسكينه صيفطات لي كسكسو الله يعطيها الصحه مع صباع من هادو يا السعديه يا سعاد. أناس الله يعطيها الصحه. وهذا الغدا ديالنا حنايا، درت هنايا سلاد ماروكان، الخيار، هاد لي بات كنصوبو بصوص بيشاميل كتجي غزاله وكنزوقها بالفرماج، لدان صوتي والفريت. صافي وسعاده بطات لي الطباسل كاع هرساتهم دكدكاتهم، يعني ما قلتش فاش غادي نحط هذا الشكل هذا اللي كيهز ليا الدراري كلشي، فاختاريت ادم وعثمان نحط لهم بجوج في بلا واحد. واش انا كنت تاكلو واش تصايتو راه تاكل الشعب كاع ايوا ني ايوا وراك يا بروكيو، ياك ما صورتي. مازال ما صورتي، يلاه كنصور. شوفي راه بجو صافي تسامحنا وقول لها سمحي ليها. يا رب سمي ما وقول لها سمحي ليها. خليك تسامح معاك راه ولدك. نوض ادم سامح مامي سيدي نوض. مبقيتش تخوان، غادي نجي عندك وبوس امي السعدية. اشنو تقولي لي امي السعدية؟ مبقاش يخوان؟ قالت لي الا كنتي ولدي ما باقيش تخوان. صافي مبقاش نخوان. والو واعدة واعدة عطيها واعدة. عطا ديالها من السنة بغدا. أمي النشاشة أمي النشاشة. هاي كاينة هنا هاي. أنس وين على حبيبي أنس غزال ديالي أنس. قول دير سلام تطواتي أنس. سلام تطواتي أنوسي. سلام تطواتي أنس. سلام تطواتي. لن تتوالي لن اخ ماشي سكنان ها كاين الشعلي كامي الرضا شتي الرضا وقولي ما كيبغيكش. اش قلتي لي؟ قالوا شعلي قال شوف
دراهم شوف هاد هيا توعتي توافي وانا بغيت نسولك امي سعديه واحد الحاجه واش نتيا داخله للطواليط انا كنجيب لك الطاسه كديري فيها بيبي ديالك هنا اش داك للطواليط واش داك للطواليط وعرفتك زلقتي جداك مشيت لخرا هادي بوحاطية والله إلا بوحاطية نسيت لخرا لا هادي بوحاطية شكون اللي غادي يخريني أنا هاويلي لا شحال درت لك ليكوش تاع عينة دابا نقول لك واحد الحاجة دابا قولي لي واش معتا بالصح ولا بالعالي وضلت نشوف ما تقدرش تحرك صباعه لا تيان ما عاد لا تنسدالك كرهتيني بها هويا كرهتيني بها تنفخات لها شويه اه شوف دغيا زرا قلت لها بعدا من هنا شوف من هنا صارة شوفي اه طاحت على ركبتها شوفوا البنات هنا ركبتها مي سعدية الحبسة اش فيه؟ مي سعدية فيه الماكلة؟ تاكل على اللوبيا والعدس اللوبيا والعدس صحيين المصاري هاويلي وي اش كيديروا؟ النهار والمغرب الشغل تحت المسكينة اجي نقول لك علاش إلا كلنا العدس واللوبيا كل نهار اش يديروا؟ ماشي كل نهار كيديروا كل قطعة كل قطرة نبر كروز نبر أتوبة لا كتريني يا ويلي وانت زعمك انا ما بريتني ها بغيت نمسدها لك لا اختي تهربي وانت بتعطي على بعد بغيت نمسدها لك لا بريت عليا اختي تهربي يا ويلي تعمر الرزاعة عليا انا بيكلوك يا كرمي هاتي بالا صاحبتك العمر قربت تخرج من الحبس هي الخرا راه عام وشهرين ايه عام وشهرين تكوني تغلطة يليوك تخرج عام وشهرين ويلي ويلي تخرج من الحبس البنات بالنسبه للبنات اللي قالوا لي يا ساره بغينا الوصفه ديال الشعر شعرك ولا قوي البنات الوصفه ديال الشعر راه كاينه في اول فيديو عندنا في القناه هذيك الوصفه خطيره 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 بزاف خطيره بزاف لتساقط الشعر هي كديروا شامبون شامبون هيربال شامبون سميتو شامبون سميتو شابان شابان خلي هاي تاع مو السعديه الشابان ايوا تشدو داك الشابان هربل البنات هربل انا كناخد ديال اركان خطير زوين بزاف هذاك هربل هو ودي ميلوغ ديالو خطير الشعر صراحه البنات انا والله ما كنمشط شعري كنغسل مزيان بالشامبو هربل مزيان شعري تندير دوكوش من بعد كنشلل شعري كندير عاوتاني هذاك ديميلوغ ديالو كنخليه واحد 5 دقائق وكنخوي الماء كيهبط مسرح البنات ملي كنخوي الماء كنغسل نشلو بالماء مزيان كندير ليه الفوطه كنشفو وكندير ليه الشفنجه ديالي كنمشطو ديك الساعه ندير ليه الشفنجه ديالي وكتبقى لي يومين 3 ايام سيمانه شعري ما كنمشطوش ياك امي حيت المشيط كيطيح الشعر الا كانوا المسام محلولين والجلده عندكم عيانه المشيط كيطيح الشعر داكشي علاش انا ملي صحات لي الجلده ديالي ديت على شعري ما كنمشطوش داكشي علاش كتقول لي مالك برطال مبرطله البنات هذاك سميتو هذاك الوصفه اللي حاطه لكم ديال الشعر راها خطيره بزاف 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 الشعر زوينه راه اول فيديو انت يا امي مش نقتلك انا بعدا راه بغيت ماصيها لك زعما سمعتوا البنات اول فيديو عندنا في القناه غادي تلقاو فيه هذيك الوصفه ديال الشعر اول فيديو عندنا في القناه راه تقريبا عام دابا باش عندنا داك الفيديو راه دايرين فيه الخزامه
دايرين فيه الحلبه، دايرين فيه حبر حبر شاد، دايرين فيه قشور الثومه، دايرين فيه الفلفل الحلوه، دايرين فيه كلشي داكشي ديال الشعر. راه زوين بزاف للشعر البنات، خطير 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 بزاف للشعر. المهم البنات هذاك هو الوصفه ديال الشعر ديالنا. تلفت انا والله ما عرفت، بغيت ندي المستعديه دير بلاكا، ما عرفتش واش كتبو حط عليا. قالت لك زلقات في الدوش، دابا انا هذا التبول ما عرفتش شنو ديت، تقضي غرضها الكبير عزكم والله صدقت طايحه. دابا قلت لها يلا ندي، قالت لك ما دينيش. قلت لها الماصي لك بزيت العود، قالت لي لا لا ريدي عليا البيض عقدي عليا. راني حزمتها لك تبارك الله على الرجلين، شوفوا الرجلين كي زينين. هذيك الباندا ديالي عند امك كندير ولا راني الباندا عند ماما. اي ساري ربنا كرميها. شكون اللي شرا لك ب 12 مليون؟ شرا لي واحد السيد. سوق شي من هذا؟ والله العظيم. فين شرا لك واحد السيد؟ شرا لي واحد 4 ديال كطيح علي ركبتي. شرا لي وقالت لي. وانا فين كنت؟ كنت قاعده عند هنا، كنت عند وقالت لي خليها ليا. ما كنتش انا معاك؟ لا باقا ما عرفتكش واقيلا. يا ولي لا عرفاني انا عندها، وقالت لي عطيها لي بغيت نحس بيتي يا بنات. قالت بالنسبة للبنات صوت تاع مي السعدية هو ما خليت سكر القنديل درتو ليها، ما خليت سيرو درتو ليها، ما خليت فانيد خرجوا لها الطبيب، ديت هذاك النهار الطبيب على الصوت خرج لها الفانيد، دينا انا اللي درنا الكسيده شافها الطبيب تاع الصوت خرج لها تا هو الدواء والو والو. مسلمين مسلمين وانا زين وانا زيفوني هما كل خرج عليا قدام البنات. اللي كيعرفوا شي حاجه باش نديرها لمي يمشي للحلق ديالها يخليها ليا في كومونتير، ولكم جزيل الشكر والرحمه على والديكم. شكرا لكم بزاف. ما كتهضرش مسكينه، ما خليت سكر القنديل درتو ليها، ما خليت عسل الحر شربتو ليها، ما خليت زيت العود عطيتو ليها، ما خليت كلشي. اللي قال لي شي حاجه ديريها ليها راه مزيانه راه كنديرها ليها، وما وتا حاجه ما قضيت فيها صراحه. والله الا تلفت وحرت معاها هي كتقول لي المسلمين، كتقول لي المسلمين راه خاصني نصدق عليهم وخاصني ندير لهم شغلهم. كنقول لها امي السعديه راه داكشي ما دايمش، كتقول لي راه خاصني ندير لهم شغلهم، راه كنت كندير لهم شغلهم وكتنصدق، وهذا راه هذا هو الوقت ديالهم خاصني ندير لهم شغلهم. كنقول لها امي انس، قلت لها امي السعديه داكشي راه ما منو والو. قالت لك والو بنتي ديري لي صدقه ليهم. وحق البنات حلمت خير وسلام بان عندي خالي سميتو عيسى، حلمت خير وسلام البارح بان خالي عيسى جا نهار عرفه ذبح الحولي ديالهم. وانا نقول ليها خالي علاش ذبحتي الحولي في دار ماما ماشي الدار اللي هنا عندنا، دار اخرى عندنا حنا جوج هاد الدار كاينه ماما هنا عندها ابارتمون هنا وعندها دار. انس نوال كتسمعي فيك يا خوتي صاحبتي وانا كنصور مع الناس. في الدار ديالنا الاخرى يعني كاين عندنا المهم في التروازيام جالسين. هذه ملي كتكوني الكلمه شويه حلفه حلفه ودي نعمه كتشقى ملي تشوفك، ملي تشوفني تشقى ملي تشوفك ناوال بولانطي هادي حلفي الله يعميني. يلا سمعتوا البنات قلت لكم جابد الحولي وكيذبح، ملي ذبح هذاك الحولي ناشر معلقو هكا زدت شويه نلقى حوليه. قلت لي هذه علاش؟ قالت لي ماما هذه حتى هي غادي نذبحوها صافي. ملي خرجت من عنده من الدار كيبان لي الصف ديال العيالات، الصف ديال معلقين الحوايج بيجامات صفرين، معلقين اللوان ديال الحوايج. غادي يموت شي حد من زميلتك أويلي باينة مش عرفتها شي حد من زميلة غيموت. والدبايح البنات وداكشي كنحب بحال العيد بحال الدبايح بحال عمتك. عمتك مريضة غتموت أويلي على عمتي تموت؟ إيوا المهم غادي تسمع أخبار تموت دابا تسني. أويلي بانت لك عمتي وشكون؟ ولا بريدك خوالك أويلي حلفي وشكون؟ أويلي أويلي سعدية ودابا تشوف. ايوا البنات نتمنى شي واحد يفسرها لينا. وبسلام عليكم، نتمنى نشوفكم ف
في احسن الاحوال. غدا ان شاء الله عارضين علينا شي ناس عزاز بحال وجاكم ان شاء الله. تسناو الفلوق ديالنا ديال غدا ان شاء الله غيكون غزال بزاف. السلام عليكم.